معايا دلوقتي عبر الهاتف مكالمة مهمة جدا. النهارده نادي الظفرة الإماراتي أعلن عن تعيين مدير فني جديد واتفاق على رحيل الكابتن أيمن الرمادي، وكلام إن الكابتن أيمن الرمادي هيبقى موجود مع سيراميكا كليوباترا خلال أيام. نفهم أكتر، نسمع أكتر، نعرف إيه اللي بيحصل مع الكابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي. يا كابتن أيمن، منور الدنيا. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، إزاي حضرتك؟ كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. ايه الوضع دلوقتي بالنسبه لنادي الظفره ونادي سيراميكا كليوباترا؟ الكابتن ايمن الرمادي هيبقى متولي مسؤوليه مين الموسم الجديد؟ والله يا كابتن، موضوع الظفره باختصار شديد يعني ان احنا كان في اتفاق بيني وبين الظفره من تقريبا شهر. فلما كلموني بتاع سيراميكا كان بيزامن علينا ان احنا نستاذن من الظفره، والحقيقه الناس مشكورين يعني بتاع سيراميكا اتصلوا بالظفره واستاذنوهم على ان انا ابقى موجود معاهم المباراه النهائيه. كان لزمن عليا، رغم ان انا ما كانش معايا عقد يعني، كان لزمن عليا ان انا لازم بعد مباراه النهائي ده اروح الظفره عشان يعني اعتذر لهم. قرات الظفره من 6 ايام تقريبا اتفقت معاهم يعني ان انا يعني ظروفي لا تسمح بان انا لازم اكون موجود في مصر في الفتره اللي جايه يعني. الناس تقبلوا الموضوع بصدر رحب يعني، وكانت الامور ماشيه بسلاسه. بس انا قعدت هنا لان كنت لازم اسلم الملفات للمدرب الجديد، هم تعاقدوا مع مدرب متميز اللي هو الدكتور عبد الله مصري. لا كابتن ايمن، انا في حاجه الاول عايز افهمها. حضرتك اول ما سافرت الامارات كان في صور لتقديم حضرتك، يعني كان يبدو وكانهم بياكدوا ان حضرتك خلاص هتبقى المدرب، والصور دي احنا تداقلناها هنا في وسائل الاعلام المصريه ان الكابتن ايمن الرمادي في مؤتمر لتقديمه وكان في صور وخدناها. هل ده ما كانش اتفاق واتفاق رسمي ان انتم مكملين مع بعض؟ لا، هي كان اتفاق ما بيني وبين الظفره، وده المركز الاعلامي ينزلها على طول بمجرد ما رحت يعني. لكن بعد ما رحت يعني في نفس اليوم او ثاني يوم قعدت مع الاخوه و يعني فهمتهم وضعي، والناس تفهموا يعني الموضوع كان ماشي برضا كامل بيني وبينهم. طيب كابتن ايمن، انا حسب معلوماتي يعني انه مع كامل احترام طبعا لنادي سيراميكا كليوباترا ونادي الظفره الاماراتي، بس المقابل المالي كان هيبقى كبير في الظفره الاماراتي، او ربما يعني اكبر من اللي هتتقاضاه في سيراميكا كليوباترا. لماذا اخترت العوده لمصر و تدريب فريق سيراميكا كليوباترا رغم معلوماتي ان الامور الماليه مختلفه في نادي الظفره او اكبر يعني؟ والله يا كابتن، انا تواجدي في مصر في الفتره دي مهم جدا، والحقيقه يعني انا يعني ما يعني مش عايز اتكلم في الامر المادي خالص، لكن تواجدي في مصر في الفتره دي امر مهم جدا لظروف خاصه بي انا يعني. والحقيقه انا اشتغلت مع سيراميكا اسبوع لمست فيهم حاجه جميله، والامر كان عادي يعني. كان بالنسبه لي موضوع الظفره زي ما بقول لك، انا ما كانش معايا عقد يعني. انا رحت احتراما لنادي الظفره، نادي الظفره دول ناس منتهى بيتعاملوا بمنتهى الشياكه والاحترام، فكان لزمن عليا ان انا اروح لهم حتى لو كان الموضوع موضوع كلمه يعني. صحيح كابتن ايمن، اكيد حضرتك تابعت الناس وهي بتكتب على السوشيال ميديا والناس بتتكلم في الاعلام ان الكابتن ايمن الرمادي خد مكافاه الهيه لما درب سيراميكا كليوباترا في المباراه نهائي كاس الرابطه بعد ما حدث في اسوان والظروف الصعبه اللي اشتغل فيها، وكانها مكافاه الهيه عشان الراجل يتقال عليه ان هو فعلا رجل ناجح وناجح جدا في مصر والراجل بيشتغل بشكل محترم. قول لي شعورك مع هذا الحديث ومع هذا الكلام، وهل فعلا حسيت ان هي دي مكافاه الى هي بعد صعوبات كبيره واجهتها هذا الموسم مع فريق اسوان؟ الحقيقه مش الحقيقه يعني مش شعوري. هي الحاجه اللي بس لازم تذكر ان احنا نقول لله الحمد والفضل والمنه. طبعا فعلا زي ما الناس بتقول منه من رب العالمين. فالحقيقه حاجه كانت قدريه وحاجه ساعدتني جدا بعد صدمه كبيره جدا وهي هبوط اسوان، لكن طبعا التوفيق بايد رب العالمين والحمد لله يعني. الحمد لله حاجه كانت صحيح، كان رب العالمين وحده وله الفضل والمنه يعني. صحيح
تعود للإمارات بعد شهرين ونصف تقريبا، يعني المشاركة في كأس السوبر للأبطال، مشاركة سيراميكا كليوباترا مع فرق كبيرة زي الأهلي وبيراميدز، وانتظارا أيضا لبطل كأس مصر في هذه البطولة، يعني ليك إيه؟ الحقيقة حتى الأخوة في الظفرة وفي مجلس أبو ظبي الرياضي قالوا إحنا منتظرينك في شهر 10 عشان نساندك، فدي حاجة تروح جميلة منهم. عظيم. الناس بيتعاملوا بشياكة وباحترام كبير، لأن أنا احترمت كلمتي وجيت لهم يعني. لأن كان ممكن واحد مثلا يروح ضارب عرض الحائط ويقعد في مصر، لكن ده مش أبدا أبدا مش العلاقة بيني وبين الفرق الإماراتية. العلاقة أحسن من كده بكتير. فالحقيقة الناس زي ما أنت بتقول كده قالوا إحنا منتظرينك إن شاء الله في شهر 10 إن شاء الله. أنت شايف البطولة دي سيراميكا يقدر يعمل فيها يشتغل فيها إزاي، خاصة إن هيبقى فيها أقوى الفرق المصرية؟ لسه يعني. لسه يا كابتن كريم لسه ما خططناش لحاجة يعني. أنت لسه ما خلصتش. أنا بس كابتن أيمن، أنت لسه ما خلصتش مع سيراميكا كليوباترا؟ لا مش بقول لك لسه ما خططناش لحاجة. ما خططناش. تمام يا كابتن أيمن. عموما اتمنى لك يا رب كل التوفيق، واحد من الاسماء الكبيره في الكره المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن الرمادي المدير الفني لفريق الظفره الاماراتي سابقا حاليا فريق سيراميكا كليوباترا، هيكمل معاهم ان شاء الله الموسم القادم.